ضروري خصكم تدخلوا ليا دنيا باطمه. اول حاجه انا كنت خدام وعيطت عليها رجاء بالمير باش نخدم معها الكليب ديالها. بيان سور رجاء بالمير كان كما قالت هي في ديزانترفيو ان شعرها ما يحتاجش نغيروا ليه اللوك مباشره. حولنا درنا باروكه يعني وخدمت ليها ديكو ان الموديل اللي كانوا بغاو تجي ما حضراتش فوليت انا دخلت يعني بنت وصافي ما دجاجة وسالات وصراحة الله يعني باقي نتلقى تهديدات ماشي ما كنتلقاهمش ولكن انا كما تنقول في سناب شات ولا هذا اي واحد تندخل ليه تنخرج ليه مباشرة ما كنخافش.